بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الحب والجمال والتفاؤل والعمل على جمهور هالة مصرية اللي بيعرض على أول قناة فضائية قناة المحور المصرية. النهاردة عندنا فرح، معادنا مع التفاؤل وتحقيق الأحلام. بلدنا يا جماعة محتاجة مننا كلنا أننا نشتغل بحب عشان نوصل لأهدافنا. المرحلة اللي بنمر بيها دي مرحلة البناء، وبلدنا تستحق مننا كلنا نتعب ونشقى ونشرفها. أم الدنيا مش هتكبر إلا بالإيد الشغالة والشباب الصاعد الواعد بالناس اللي بتعمر وبتبني وبتزرع. لو حد ليه أي آراء سلبية وعايش حالة الإحباط، لا لا لا، مش لازم نمشي معاه في نفس الطريق، لأن سكتنا مختلفة تماماً. برنامجي اسمه هالة مصرية، شعاره التفاؤل والعمل. كل واحد فينا من مكانه أياً كان بيشتغل إيه، مهندس، صنايعي، أو حتى عامل بسيط، فكر إزاي تفيد البلد دي، لأنها محتاجة فعلاً مجهود كبير جداً عشان نحقق أحلامنا ونبني مستقبلنا. ولادنا شوف كده حلم العاصمة الإدارية إزاي بيكبر واحدة واحدة في وقت ناس كانوا شايفينها حاجة مستحيلة، وكل يوم بيأكد إن مفيش مستحيل في قاموس المصريين اللي بيحبوا بلدهم. شغلنا هو اللي هيرجع للمنتج المصري قيمته، ونوقف بقى الاستيراد ونخلي مصر بلد رائدة وأم الدنيا بصحيح، تصدر منتجاتها لكل مكان في العالم. بلدنا فيها مصانع وشركات كتير بتخرج منتجات مش موجودة في بلاد بره، وأرخص كتير من المستورد. والمصانع دي مش هتحقق أي نجاح غير بشغلنا كلنا. عندنا أيدي تهد الجبال، تقدر تشيل مصر على كتافها وتعدي بيها بر الأمان. والله هانت، فاتت كتير، ما بقى إلا القليل يا بلدنا. المنتج المصري هو الأمل في إننا نكون قوة كبيرة، وحيقفل الباب في وش الجشع والاستغلال. عاوزين مصر يبقى فيها ملايين الناس اللي بتبني وما تستهونش أبدا بأي شغلانة حتى لو كانت بسيطة. كل واحد ليه دور وعليه مسؤولية كبيرة. يلا يلا، ايدينا في ايدين بعض ونبني بلدنا، نحقق أحلامنا. مفيش كسل، مفيش إحباط، الحركة بركة، ومن طلب العلا سهر الليالي، والسماء ما بتمطرش لا ذهب ولا فضة. فكر في مستقبل ولادك خطوة خطوة، هيتحقق إن شاء الله كل اللي انت بتتمناه. لازم تقوم يا مصري. كل الكلام اللي أنا قلته ده ماشي قوي مع ضيفتنا النهاردة اللي منوراني في فقرتي الأولى، فرح. وزي ما قلت لكم النهاردة عندنا فرح. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم، هي مهندسة معمارية شاطرة بس كده؟ لا، هي كمان أفضل مغنية أوبرا في أوبرا باريس، وهي أول فتاة عربية تفوز بالجائزة الدولية الرفيعة دي. بيتهيألي بقى مفيش تفاؤل وإخلاص في العمل أجمل من كده، وإثبات على إن اللي عاوز حاجة بيوصل لها. بنرحب بضيفتنا الجميلة فرح الديباني اللي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني السابع للشباب. أهلا بيك يا فرح. أهلا يا أستاذة هالة، مبسوطة قوي بالمقدمة دي وإني مع حضرتك في أول حلقة لبرنامج هالة مصرية. حبيبتي إحنا معتبرين إن الحلقة دي هي أول حلقة لأن فيها فرح، وانتي شرفتينا يا فرح. ميرسي قوي بجد، ميرسي. عايزين نعرف بقى، اول ما بداتي تحبي الموسيقى وتتجهي للموسيقى كانت امتى؟ كان وانا طفله، يعني تقريبا 6 7 سنين ابتديت العب البيانو. كان زي اي طفله بيتعلم اله موسيقيه، فكان اهلي مركزين ان انا اتعلم الموسيقى الكلاسيكيه. كنت بعمل باليه، كنت بلعب بيانو، كنت في كورال المدرسه بغني، كنت انا مدرسه الماني في اسكندريه. وطبعا المدرسه الالماني بتهتم جدا بالموسيقى وحصص طبعا، يعني طبعا الموسيقى كان جزء مهم جدا من الدراسه.
بس وكنت بغني عادي زي اي طفله، وفي مدرس موسيقى الماني سمعني قال لي انت لازم تغني اوبرا. يعني ده اول واحد اكتشف الموهبه اللي عندك؟ اه في الغنى. في الغنى يعني هو اللي اكتشف بالذات موهبه الاوبرا بالظبط. قبلها كان في مدرسين تانيين بغني في الكورال وكانوا شايفين ان في صوت يعني، بس هو اللي قال لي انت لازم تغني اوبرا. طب اول مره طلعتي قدام الجمهور يا فرح؟ اول مره تقريبا عندي 14 15 سنه، كنت في يعني في المدرسه كنت دايما بغني سولو، يعني كنت دايما ببقى لوحدي بغني، لكن رحت اشتركت في مسابقه غنى المانيه تبع المدرسه وتبع مدارس الالماني في البحر المتوسط، وكنت دايما بشارك فيها كل سنه، فكنت دايما بغني قدام جمهور يعني، بقف لوحدي على المسرح وبغني. من وانت طفله وانت متعوده المسرح بالنسبه لك بيتك يعني؟ يعني متهيألي اللي ساعدني البيانو برضو، لان انا كنت في البيانو بعمل حفلات ساعات، وبجانب ده الباليه برضو يعني، وقوفي على المسرح وانا طفله ساعد متهيألي ان انا ما يبقاش عندي خوف رهبه ال. طب الموضوع بقى من بعد حفلات المدرسه وبتاع، طبعا الموضوع معاكي اتطور ازاي بقى بالشكل اللي احنا شفنا ان انت وصلتي لاوبرا باريس؟ اتطور ان انا المدرس الموسيقى ده هو اللي مرني على الغنى، ابتديت اخد كورسات، اروح بره اعمل المسابقات اللي كنت بقول لحضرتك عليها دي، كملت لحد ما اتخرجت من المدرسه، ابتديت دراسه الهندسه المعماريه في اسكندريه مع دراستك للموسيقى. بالظبط يعني كنت في مصر لسه بدرس الموسيقى، يعني ما كنتش في كونسرفاتوار او كده، بس كنت بدرس باخد حصص غنى وبعمل ورك شوبس وحاجات كده. فابتديت هندسه معماريه، درست سنتين ونص تقريبا، وكنت بجهز نفسي ان انا اروح بقى اعمل اختبارات في جامعه برلين عشان ادرس الغنى الاوبرالي واحترفه. فده بقى يعني كانت نقطه التحول بالظبط. لما طب قولي لي يا فرح، ما فيش حد عندكم في العيله كان له علاقه بالغنى او كان بيحب الغنى؟ الغنى لا خالص. بس كان جدي كان هوايته عزف البيانو، يعني هو كان بيحب جدا، وكان بيحب يروح الاوبرا طبعا. الجيل ده كان دايما طبعا طبعا حضرتك عارفه كان الفن ده متواجد اكتر بكتير طبعا، وكان بيحب، كان هوايته لعب البيانو، كان وانا طفله يحطني على حجره ولازم يقعد يلعب لي بيانو، وكان لما كبرت شويه كان يعني مركز ان انا اكون مركزه في الدراسات دي يعني. أيوه. بجانب دراسات المدرسه او الجامعه وبس. وفي البيت كنا بنسمع برضو موسيقى كلاسيكيه كتير، ويعني كان في اهتمام بالموسيقى دي، بس ما كانش في حد ولا بيغني ولا، لكن كلكم كنتوا غاويين تسمعوا. ما هو السمع ده مهم برضه يا فرح. طبعا. طب بمناسبه السمع بقى، ممكن تسمعينا حته عشان خاطري؟ ايوه طبعا، تغنونا كده عشان خاطر حضرتك اكيد. حضرتك طبعا يعني ممكن، لان الاوبرا طبعا صعب يعني طبعا. في استوديو يعني لازم طبعا. محتاجه الواحد يهيئ لها. ايوه اوكي. على بالي على بالي حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي، وعلى بالي وعلى بالي على بالي حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي، وعلى بالي لا يا مصري لا ولا لا ألف لا، تهجر بلدك وتقسى بلدك بيك أولى، لا يا مصري لا 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 وألف لا. كفاية؟ عارفة صوتك يعني الواحد بيسمع مغنيات ومغنيين كتير، لكن في أصوات قليلة ونادرة جدا تحسسك إنها دخلت جوه عروقك. بكلمك جد والله، يعني أنا حسيت إن أنا اتهزيت لما ما شاء الله. ربنا يحميك يا فرح يا رب، ربنا يحميكي. طب قولي لي بقى، جايزة أوبرا باريس كانت مسابقة ولا
لا هو دخول اصلا فرقه اوبرا باريس هي دي اللي كانت المسابقه، يعني انا بقالي 3 سنين سوليست في فرقه اوبرا باريس، ودي اللي كانت فعلا مسابقه يعني صعبه جدا، لان هي بيبقى متقدم لها حوالي 700 أو 800 مغني من كل انحاء العالم، وبياخدوا قليل قوي. يعني انا السنه بتاعتي اخدوا 4 وانا كنت واحده منهم. فدي كانت المسابقه الحقيقيه يعني. الجائزه دي بقى بيختاروها على اساس اداء المغني او المغنيه في مدار سنه كامله في اوبرا باريس. يعني هما بيفضلوا المؤسسه بتاعت اوبرا باريس بتفضل تراقب المغني او كل الفرقه يعني، ويشوفوا مين اللي يستحق ياخد الجائزه دي على حسب ادائه في الحفلات المختلفه وفي ادواره اللي عملها قدمها في الاوبرا. وهي بتبقى بالتصويت، يعني هما حوالي 4500 شخص بيصوتوا ما شاء الله لمين ياخد الجائزه. فالسنه دي كنت انا يعني بل كل السنه يا رب ان شاء الله. طب كان شعورك ايه وانت بتستلمي جائزه من باريس؟ كان شعورك ايه وانت مصريه صميمه كده؟ يعني لا طبعا كنت حاسه بفخر شديد ان انا بمثل مصر اولا في اوبرا زي دي، وكاني كمان انا اول مصريه وعربيه تكون تقف على خشبه المسرح بتاع اوبرا باريس، وان انا كمان اخد منهم تكريم او جائزه تكريميه او تشجيعيه على شغلي عندهم. ده كان بالنسبه لي يعني احساس بفخر، وكنت مبسوطه اني مصريه، وكنت يعني هم كمان كانوا مبسوطين ان انا مصريه، هم كمان كانوا فخورين ان في حد من بلادنا من الدول العربيه او مصريه بالذات، عشان الفرنساويين برضو لهم علاقه مع مع مصر طبعا، فكانوا مبسوطين في واحده مصريه بتمثل ثقافتهم او عارفه يعني عارفه يعني. انا كنت بمثل برضو اوبرا باريس في نفس الوقت. اكيد اكيد طبعا. فكنت لا كنت مبسوطه يعني. طب نشوف فيديو مع بعض. اوكي. عايزه اقول لك يا فرح، انا عشان انا وقفت على المسرح، بس طبعا مش المسرح ده بس، لا حضرتك وقفتي على المسرح بس له رهبه رهيبه. يعني انا بقول لك في الفاصل اكيد انت كنت واقفه كلك بتترعش، قلتي لي ايوه بالظبط، لانه له رهبه طبعا. واحساس ان انا وقفت على مسرح واقف عليه ناس عظيمه يعني من كل الاجيال ومن كل العصور، يعني ببقى واقفه يعني من كل جسمي في يعني اكني باشعر كده. ايوه بالظبط بالظبط. بس انت كنت
ازاي يقولوها يعني، حاجة انا حسيتك انت قليلة جدا ورفنطوعة جدا، بس انا حسيت ان في مارد واقف على المسرح والله بجد. فاهمة قصدي، حسيت كده انه في حاجة كبيرة، في هرم واقف على المسرح والله. طبعا مع الفستان طبعا، مع الشعر، مع كله عامل نغمة واحدة. هو الواحد لازم مهما حجمه ايه مش فارقة، مهم ان الواحد يكون حاسس ان هو الارض ماسكاه. يعني انا بحس ان الارض ماسكاني، ببقى حاسة ان انا متسمرة في الارض. حلو قوي التعبير ده، الارض ماسكاه. ده يعني دليل على انه انت زي ما بيقولوا كده وتد، يعني حاجة جامدة واقفة. يعني لا يعني ببقى كده، يعني حتى لو انا مرعوبة وخايفة، بس الارض هي الحاجة الوحيدة اللي عندي اللي انا قادرة المسها. ايوه حبيبتي. طب طبعا كان تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لك كان شيء عظيم جدا ان انت تتكرمي من سيادة الرئيس. ده كان برضو اشعاره بس بطريقة مختلفة. أكيد بقى اكيد. ودي الصور اللي معانا. الصورة دي من الأوبرا، دي من أوبرا باريس. ده في الأوبرا بعد بقى ما خدت الجايزة، بعدها الناس فكنت الله عليك، حاجة تشرف. طبعا الجايزة دي بالنسبة لك كانت، طبعا جايزة أوبرا باريس طبعا كانت شيء عظيم بالنسبة لك، بس إنه كمان تكريم سيادة الرئيس ده حاجة يعني. لا دي حاجة تانية خالص، دي إن أنا أتكرم من. شعورك كان إيه بقى يا فرح؟ لا شعوري كان أولاً كنت مبسوطة جداً إن السيد الرئيس مهتم بالفنون وبالذات الفنون الأوبرالية كمان، يعني مش أي ده يعني طبعاً فعلاً هو ملم كده ولا كده بكذا مجال. أنا واخدة بالي إنه زي ما حضرتك قلتي في بناء، في حاجات بتحصل، في حركة في مصر، لكن كمان إنه مهتم لدرجة إنه بيبني أوبرا جديدة في العاصمة الإدارية ومدينة فنون برضو في العاصمة الإدارية الجديدة. ده شيء يشرف اي فنان على فكره. بالظبط، يشرف اي فنان طبعا في اي طبعاً مجال، انه سياده يعني الرئيس لما يبقى مهتم بالفن. بالظبط، ده بيدينا احنا كمان حافز ان احنا نقدم فن راقي راقي، وده بالزبط اللي بيحصل دلوقتي على فكره، وده اللي انا شايفاه فعلا دلوقتي. بدليل يعني ان هما فعلا يعني الاهتمام اللي شفته في كل اطار المؤتمر بيا او بزملائي او كده، بس برضو بالفنانين وبالغنى، كان في كذا حد بيغني، كان في مريم وكان في اتنين تانيين بيغنوا برضو تكرموا من الرئيس. فأنا شايفة اهتمام واتجاه للفن واهتمام ان احنا نخلي الشعب المصري يرجع تاني لأصله. يا ريت نفسك طبعا تغني اول ما الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية تخلص. طبعا نفسي. انا متأكدة يا فرح ان انت هتعملي حفل الافتتاح. يعني عمشور. أتمنى والله. أتمنى ده أكيد، يعني ده يبقى شرف ليا، ده بقى إحساس تاني خاص لما أكون أنا بصنع تاريخ أو جزء طبعاً صغير من تاريخ بلدي. يعني إن أنا غني في باريس دي حاجة طبعا تانية. ماشي أوكي، دي حاجة تانية برضو بتشرفي بلدك برضو. بالظبط، لكن جوه بلدك ده موضوع تاني، موضوع حاجة تانية خالص. أنت فرح نموذج للشباب اللي على طول أنا بتكلم عن الموضوع ده، لازم يبقى عند الشباب إرادة وقوة وأمل وتحدي لأي ظرف من الظروف. بالظبط. فرح من الهندسة للغنى لجائزة أوبرا باريس لتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها، كل العوامل دي أكيد هتشجع كل الشباب إنهم يعملوا زي فرح. ياريت. وإحنا يا فرح بجد أنا فرحانة بيكي جدا. أنا شايفة ده بجد، ومشرفاني والله العظيم بجد. أنا عارفة، أنا حاسة إن أنت بنتي، وأنا فرحانة بيكي. وأنا النهاردة جاية الحلقة دي وبقول يا جماعة إحنا عندنا فرح. بشكرك يا فرح. أنا اللي بشكر حضرتك بجد على كل الكلام ده والإحساس. أنا حاسة بجد قد إيه حضرتك مبسوطة وفخورة أنا اللي فخورة إني أكون مع حضرتك. وانت فعلا بقى بجد بجد انت اللي هاله مصريه. لا استنونا بعد الباس.